فبعدما انتشرت في الأيام القليلة الماضية أخبار تفيد بأن النيابة العامة قد أحالت ملف دنيا باطمة لوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش لتنفيذ العقوبة المحكومة بها في ملف حمزة مومبيبي. ظل الكل يتساءل عن مدى صحة الخبر من كذبه، خاصة وأن الخبر قد انتشر فقط بين بعض القنوات اليوتيوبية بدون دليل ملموس. وهكذا ظل الخبر محط شك بين الرواد المهتمين بقضية حمزة مومبيبي ومصير المتهمين فيه، خاصة وأن الرأي العام منقسم لقسمين، منهم من يطالب باعتقالها كأي مواطنة مغربية محكومة بالسجن، وبين من يلتمس لها العفو. خرجت دنيا باطمة لترد على الأخبار المتداولة بطريقتها الخاصة لتؤكد أن لا شيء لحد الساعة قد أصدر في حقها، وأنها متواجدة في بيتها وسط عائلتها وبناتها من خلال منشورات نشرتها عبر صفحتها الإنستغرامية، حيث نشرت هذه الصورة التي جاء فيها: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهكذا فقد قررت دنيا باطمة أن لا تكثر في الكلام لأن العدالة ستأخذ مجراها. دنيا باطمة ورغم كل ما يروج عنها من إشاعات وأكاذيب فهي صامدة وقوية، حيث نشرت هذه الصورة وكدونت عليها: يا جبل ما يهزك ريح، كما أكدت أن لا أحد يستطيع أن يهزمها أو أن يكون مثلها، حيث قالت: يا سلام والله ما مني جوج. كما خطفت الفنانة المغربية دنيا باطمة الأنظار عبر أحدث إطلالة لها بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستغرام، حيث ظهرت يوم الأربعاء بفستان أسود أنيق برز معالم جسمها رفقة أكسسوارات فضية، مع اعتمادها مكياج ناعم ترابي ناسبها بشكل كبير.